علاقتنا وايد معقدة مع بعض. علاقة حميدة بأولاد أختها تشغل بال الجمهور. تلقائي لابس الشخصية صح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عمر، أنا ما تعودت أحد ينام عندي في البيت. في 18 ديسمبر كانت انطلاقة مسلسل عودة خالتي على منصة شاهد، والواضح ان لحد النهاردة الجمهور لسه محافظ على نفس ليفل الحماس والتشويق رغم انه مسلسل من 30 حلقة. كيف اشتغلت على هذا الشيء محمد كمخرج؟ هو ال 30 حلقة له ايقاع مختلف عن الميني سيريس، او شوية بيبقى مرهق للمخرج والفريق العمل لانه انت محتاجة تغطي عدد ساعات يعني اطول، شخصياته بتبقى اكتر، خطوطه الدرامية بتبقى اكتر، بس الحمد لله يعني من منطقة السكريبت من الورق نفسه بتاع عودة خالتي، واحنا حاولنا ان احنا نعمل ايقاع سريع فما نحسسش الناس بالزمن الطويل في العمل. والواضح ان وصل فريق العمل لهدفه، وده بنشوفه على تويتر من خلال تغريدات المشاهدين اللي مستنيين بفارغ الصبر الحلقات الجديدة عشان يعرفوا ايه اللي هيحصل مع حميدة الشخصية اللي بتقدمها هدى حسين. واحيانا للحظ يعاني، والتعاطف معاها بيروح لأبعد الحدود، ومع التقدم في الحلقات اتعرفنا على شخصيات كتير خصوصا أولاد أخت حميدة اللي رجعت تهتم بيهم بعد مرض أختها، ومن بينهم لمار اللي بتلعب دورها فرح السراب. كيف لهلا الشخصية معك بعودة خالتي؟ شخصية يعني خفيفة لطيفة. لمار عندها باشن، تحب تحب الفاشن، هي واحدة من الخوات شبه الأم، واحدة من الخوات تطلع شبه الخالة، نفس اهتمامات الخالة، نفس شوية الاتيتيود، الطريقة نفس، يعني ماخدين من هونهم. وبتلاقي لمار دعم كبير من خالتها، وعشان كده المشاهدين بيتأثروا كتير بالعلاقة اللي بينهم. ناديني دودي. والظاهر ان فرح كانت رسم ستايل تاني لشخصيتها. انا كنت حابة اني اطلع في ستايل مختلف تماما، ولكن لما تشاورنا بالبداية مع الكرو والمخرج وهذا، فضل اني اكون شيء بسيط خفيف لطيف كونها بنت جامعية. فبالبداية هي تكون كاجول، بعدها تحاول انها تغير، كان المفروض شيء ثاني، رسمت لها شيء ثاني ونفذنا شيء اخر. اما بنت اختها الثانية فهي يارا، اللي واضح انها بتشكل حالة طفولة عند الجمهور ومش بيحب طريقتها في التعامل مع خالتها حميدة. كيفك مع حميدة؟ دوري مع حميدة علاقتنا وايد معقدة مع بعض، اوكي، فراح تشوفوني بشكل جديد مع استاذة هدى ان شاء الله. وطبعا كلكم تعرفون استاذة هدى يعني مدرسة، يعني اللي يشتغل معاها يتعلم بالمجان، فهي فرصة وايد حلوة لي. والمسلسل ده مخليش من الاعمار الصغيرة، فشوفنا الطفل حمد السويدي بيقدم شخصية مازن. كيف كان التعامل مع الفنانة هدى يعني اللي هي بتمثل دور خالتك؟ زينة، وأنا أحبها في المسلسل. ومين كمان؟ مين من أخوانك؟ خبرني يعني مين من أخوانك اللي عن جد بتحسه كأنه حقيقي إنه أخوك؟ أخوي عبد الله بلوشي. ودي مش المرة الأولى اللي بيطل فيها على الشاشة وإلى جانب هدى حسين. كان معي في شارع الهرم، وهذا ثاني عمله هو وياي. تلقائي لابس الشخصية صح، لما يقولوا لا خاف يعرف يخاف، لما يعني فاهم الكاميرا، لأنه لا سابق تجربة مع الأطفال في شارع الهرم، فأصبح الحين في تمكن أكثر مثل ما أنا.